صباح الخير يا زلمة، متابعين مفتاح الفني الصباحي لشركة وينزر بروكر. هقدم لكم كريم مجدي اليوم 6 سبتمبر 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات سلبية لمؤشر داو جونز يوم الجمعة الماضية، وانخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية لول ستريت بشكل عام، وده راجع أكيد في المقام الأول لتباطؤ حاد لنمو الوظائف الشهر الماضي، بأقوى إشارة حتى الآن على أن الانتعاش في أعقاب الجائحة يفقد الزخم، وده طبعا كان ليه تأثيره على الأسهم الأمريكية بشكل كبير زي ما تابعنا يوم الجمعة الماضية. يوم الجمعة الماضية كان عندنا البيان الأهم، وهو تقرير التوظيف بالقطاع الخاص لشهر أغسطس اللي جيب نتيجة مخيبة للآمال، 235,000، وكان متوقع ليه 750,000، والشهر الماضي كان 1,050,000 فرصة. طبعا ده مأثر بشكل كبير، ومعدل البطالة كمان جيب نتيجة 5.2% زي ما كان متوقع ليه. والنهارده طبعا هيكون في غياب كامل البيانات الهامه نتيجه اجازه الولايات المتحده الامريكيه لعيد العمال. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما حضراتكم شايفين طبعا اداء سلبي للاسهم الامريكيه، ولكن كمان الاهم الاتجاه العرضي والاداء العرضي الكامل للاسهم الامريكيه قرب ال 35 535 وال 35 300، وان كان طبعا سجل مستوى قياسي جديد ليه في بدايه اليوم الجمعه، ولكن ما زال قرب المناطق المتعارف عليها اللي طبعا الداو جونز منذ اول الشهر الماضي. ولذلك نتوقع عودة الأداء الإيجابي ومحاولات لعودة الأداء الإيجابي ده في ظل طبعا ثبات أعلى نقطة المحورية 35 295، أداء إيجابي على الفلات تريند على الستوكاستيك، ومحاولات مرة أخرى لتقاطع متوسطات السعرية الأعلى. ولكن الأهم بالنسبة لي مش بس كسر ال 35 410، لا، ال 35 535، علشان يكون المجال مفتوح قدامه تماما لل 35 680. مره ثانيه كسر ال 410 في اشاره لمحاولات عوده الاتجاه الصاعد، ولكن الاهم عوده كسر ال 535 علشان يروح لل 680. السيناريو الاخر المعاكس تحقق بكسر ال 35 140 علشان يروح لل 34 925، وراها ال 745. وبكده اعزائنا المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.